أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التصوير من جوال الكاميرا؟ حيث يقول بعض الأشخاص بأنه مجرد حبس الظل وليس في ذلك أي شيء من التحريم، فما حكم ذلك؟ ليس فيه شيء من التحريم عنده، أما عند السنة والأدلة التصوير بعمومه حرام، وملعون المصور، وهو أشد الناس عذابا يوم القيامة، فما الذي يخرج الجوال من هذا؟ الرسول حرم التصوير مطلقا بأي وسيلة، جوال، كاميرا، باليد، بالرسم، حرمه تحريما مطلقا، فمن يستثني على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستدرك على الرسول؟ إلا أن العلماء المحققين استثنوا حالة الضرورة، إذا احتاج الإنسان للتصوير للضرورة فيباح، هذا من أجل الضرورة. قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما التصوير للهواية والتصوير للفن، تصوير بالكاميرا أو باليد أو بأي شيء، فهو حرام ولا يجوز إلا للضرورة فقط، بقدر الضرورة، رخصة من أجل الضرورة فقط. نعم.